مش خايف لا تقع انت شايل كده؟ ما تخافيش متعود على كده. لو موافق نقرا فاتحه. نقرا بس الموضوع يفضل سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. ما يطلعش بره ولا حتى لاخواتك. ولا حتى لاخواتي. زوجتك نفسي. جوزتك نفسي. مقدرة اللي انت فيه عشان بينا فتحة وكلمة شرف. انا هسيب لك نفسي يا سعيد تعمل كل اللي نفسك فيه. انت اول راجل يلمسني. انتوا التلاتة يعني كنتوا عارفين؟ ونعرف ازاي يا استاذة؟ مفيش ولا واحدة فينا كانت تعرف. كل واحدة فينا كانت فاكرة ان هي وبس. بلاش تعرفوا الاحساس. ولا واحدة فيكوا حست؟ قولي يا هبة، ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟ ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟ انا هكلمك عن نفسي انا. انا وهو لما كنا بندخل المخزن كنا بنسوي الهوائي، واول ما بنطلع من المخزن كان بيبقى زي القرد قدام القرادات بتاعه وهو ماسك له العصاية. ومين اللي ماسك العصاية بقى، القرد ولا القرادات؟ أنا آسفة صفاء. أمال الحكاية اتكشفت إزاي؟ ازيك يا غالية يا بنت الغاليين؟ اتدورت؟ خدودك بقت موردة زي التفاح. وحشاني يا حاج علي. ليكوا عندي خبر يفرح، ده إلاء القبور. خير يا حاج؟ عارفة رأفت ابن عبد الحكيم الكهربائي؟ الله أكبر عليه، أمين شرطة في مباحث المديرية، شهم وجدع وخدماته مغرقة الناس كلها. أيوة ماله يعني؟ يا صفاء عين من اختك اللي اصغر منك، مش وفاء برضو؟ ايوه. يا اختي انا عارفه عينه عميت عنك ازاي. يلا بقى كل شيء اسمه ونصيب. يا بنت ده امين شرطه في مباحث المديريه، ده كان بيلعب كمال اجسام وهو في اعدادي. عارفه ده في شبه كبير من اسمه ايه، محمود عبد العزيز اللي اختك بتروح له السيمه. لا ليه بقى؟ لا وخلاص، ملوش يقول عندي فيها حاجه دي. هلاء عقل اختك، قولي لها ان دي فرصه والفرصه ما بتستناش. انا شايف ان عريس لقطه، اتجوزيه انت. يا حبيبتي يا سلام على حب محمد.
طب نفهم ليه يا بنتي؟ ده احنا اخوات وحريم زي بعض. ما تنطقي بقى، يمكن يا ستي منك ما استفيد. انا مخطوبه وفتحتي مقريه. لا يا شيخ، ده من غير ما نعرف اهو اللي حصل. ومين بقى يا حلو؟ ان شاء الله عنتر ابن شداد يا اختي اللي انت ماسكه فيه ومثبته ده. سعيد، سعيد الخفي. هو قال لك انه هيتجوزك؟ ايوه، بس على فكره طارق احسن منه الف مره. حلال عليكي، لو ولادي بيكي خديه. طب وانت ضامنه سعيد؟ طبعا. اديني اماره. لازمتها هي الاماره. علشان هو قال لي قبل كده ان هو عايز يتجوزني. وقال انا كمان. يبقى بيضحك عليكم. وعلى فكره انا وهو مع بعض من زمان. يعني يا بنتي كنتوا مع بعض؟ نام معاكي؟ ايوه نام معايا. نوم نوم ولا بصوا تحسسوا العواصف. نوم نوم. يا بنتي بكرة الفجر تسافروا. نروح فين؟ أي حتة، المهم بعيد. ايوه سعد، ايوه انا بقولك ايه، البنات سافروا راحوا يغيروا جو، وانا بقى عايزه اروق نفسي شوي. ما تروح تجيب لنا كام ازازه بير. الله، وفيها ايه؟ نفسي اشرب. وهات لنا كباب من عند الحاتي. طب وانا مالي؟ هي اللي قالت لي روح اسكر وتعالى. انا مال اهلي.